دعوني أبدأ مع محمود جميل من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات. محمود، اطلعنا على أهم ما تناوله المؤتمر الصحفي للمستشار أحمد البنداري مدير الجهاز الوطني للهيئة الوطنية للانتخابات. أهلا بك إيمان وبكل السادة المشاهدين، نرحب بكم مجددا من داخل غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتابع سير العملية الانتخابية في 27 محافظة. بالفعل انتهى منذ قليل المؤتمر الأول في اليوم الثاني لمتابعة العملية الانتخابية للمستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات. كان قد تواصل مع رؤساء اللجان العامة في المحافظات، نتحدث عن 376 لجنة عامة في 27 محافظة، للاطمئنان على فتح اللجان في مواعيدها في تمام 9 صباحا، واذا ما كان هناك اي يعني مشاكل او يعني امور اخرى يتم حلها على الفور، لكن لا يوجد اي مشاكل وقد فتحت اللجان ابوابها في 9 صباحا عدا لجنتين، لجنه في شبرا الخيمه بسبب ظروف صحيه للقاضي المشرف على هذه اللجنه، ولكن منذ قليل وقبل الهواء مباشره فتحت هذه اللجنه وبدات في استقبال الناخبين، وكانت لجنة أخرى أيضا في يوسف الصديق في محافظة الفيوم تأخرت بعض الوقت نظرا لظروف الطريق، لكن بالفعل بدأت هذه اللجنة وبدأت تستقبل كل الناخبين للإدلاء بأصواتهم. النقطة الثانية، كانت هناك بعض النقاط في بعض المحافظات، نتحدث على سبيل المثال قسم أول دمياط، كان هناك تأكيد من رئيس اللجنة العامة بأن هناك كثافة منذ اليوم الثاني، منذ صباح هذا اليوم ومنذ أن بدأت اللجان عملها في 9 صباحا، هناك إقبال كثيف على عدد كبير من اللجان، بالإضافة إلى التأكيد على تسهيل مهام السادة القضاة فيما يتعلق بلجان الوافدين. هذه المحافظة أيضا تشهد إقبال كبير على لجان الوافدين، فبالطبع يعني منذ مساء أمس تم الدفع بعدد بطاقات يعني لهذا العدد المتزايد في هذه اللجان، وأيضا إمداد مزيد من عدد القضاة للجان الوافدين. هذا بالنسبة لقسم أول دمياط. في محافظة الإسماعيلية أيضا رئيس اللجنة كان يعني هناك بعض الأخبار عن حالة الطقس الغير جيدة، فكانت هناك خطط بديلة لمواجهة حالة الطقس، لكن حالة الطقس جيدة جدا، وأكد على انتظام جميع اللجان في هذه المحافظة والإقبال الكثيف منذ بداية اليوم الثاني. أيضا بعض اللجان في القاهرة والجيزة التي تشهد عدد كبير من إقبال الناخبين عليها. المستشار أحمد بنداري أكد على مواصلة المتابعة، وما إذا كان هناك أي دعم أو إمدادات بطريقة ما سيتم على الفور إمداد العدد من القضاة للجان التي يوجد بها كثافة، والتأكيد أيضا على وجود البطاقات الخاصة لذوي الهمم. نقطة هامة وتحدث يعني الآن في هذا التوقيت الذي أتحدث فيه، هو السادة القضاة يقومون بالرد على استفسارات المواطنين. في الحقيقة الاستفسارات لم تتوقف من المواطنين، سواء برقم الهاتف الذي خصصته الهيئة الوطنية للانتخابات 51-51، يقومون بالاستفسارات على كل المواطنين، سواء فيما يتعلق بمعرفة اللجان الانتخابية، يقومون بمعرفتهم باللجنة الانتخابية القريبة منهم أو المقيدين بها في كشوف الناخبين، أيضا هناك بعض الاستفسارات التي تأتي فيما يتعلق بكبار السن أو المرضى. الهيئة الوطنية للانتخابات بالطبع تعلمون أن هناك عدد كبير من البروتوكولات تم توقيعها مع عدد من المؤسسات. أكدت أيضا هناك تعاون مع وزارة التضامن فيما يتعلق بالمرضى الذين لا يستطيعون الذهاب إلى اللجان، الاتصال ب 150-40، هذا هو رقم 140-50، هذا هو رقم الهاتف للتواصل بخصوص هذه الحالات، وإرسال سيارات إسعاف للوصول إلى اللجان والإدلاء بأصواتهم. حتى هذه اللحظة كل اللجان تعمل بسهولة ويسر، وفتحت أبوابها منذ 9 صباحا، وهناك إقبال كثيف على كل اللجان، وسيستمر العمل بالطبع ومتابعة من داخل غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات. نعم، أشكرك محمود.